كلنا نعلم الفوائد الصحية التي يتمتع بها زيت الزيتون، ولكننا اليوم سوف نتحدث عن آثاره في علاج الكحة عند الأطفال. وقبل ذلك أدعوك إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات. يعد زيت الزيتون من أشهر أنواع الزيوت وأنفعها، واختص بالذات في ذكره بين آيات القرآن الكريم لما فيه من شفاء ودواء للعديد من الأمراض التي قد تعجز الأدوية عن علاجها. ويمكن لزيت الزيتون أن يخفف من أعراض الكحة عن طريق تناوله، حيث يساعد في تليين الحلق. ويمكن أيضا استخدام زيت الزيتون لعلاج الكحة عند الأطفال، حيث يحتوي على مركب مضاد للأكسدة يساعد في مكافحة الكحة والتقليل من أعراضها وتقليل الالتهاب. يعد زيت الزيتون كبديل طبيعي عن أدوية السعال، لذا نقدم لك الوصفة التالية لعلاج الكحة عند الأطفال. قم بإعداد ربع كوب من عصير الليمون وربع كوب من العسل ونصف كوب من زيت الزيتون. نسخن نصف كوب من زيت الزيتون ويمزج مع العسل والليمون، ثم استعمل ملعقة كبيرة من شراب السعال الطبيعي كل ساعتين إلى 3 ساعات للمساعدة في تهدئة الحلق. علاج الكحة عند الرضيع بزيت الزيتون. الرضيع في أيامه الأولى بعد الميلاد تكون مناعته ضعيفة للغاية، ولا يقدر على مقاومة الفيروسات وأنواع البكتيريا المسببة للعديد من الأمراض، ويمثل هذا خطر يهدد حياته. ولما كان حسب منظمة الصحة العالمية ممنوع أن يعطى الطفل الرضيع أي نوع من أنواع الأدوية حتى عمر 6 أشهر، لذا وجب أن تحل البدائل الطبيعية علاجاً بدلاً من الأدوية. إليك طريقة الاستخدام الآمنة لزيت الزيتون لدى الأطفال الرضع. اخلط 3 إلى 4 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون مع 3 قطرات من إكليل الجبل وزيت النعناع. قم بتدليك صدر وظهر الرضيع بهذا الخليط، ثم اتركه لمدة 15 دقيقة، وقم بشطفه جيداً بالماء الفاتر. ننصحك باستخدام هذا الخليط قبل النوم، فهو يساعد طفلك على الارتخاء. من الممارسات الشائعة لدى بعض الأمهات استخدام زيت الزيتون لتنظيف أنف الطفل أو أذنه، ولكن من الأفضل تجنب وضعه في هذه الأماكن منعا لانتقال العدوى. وفي النهاية نشكركم على مشاهدة المقطع، ونسأل الله لكم العفو والعافية.